السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. شحال هذه ما درت لكم حتى شي فيديو، قلت ان شاء الله اليوم غنصور لكم فيديو. ديما كندير لكم لايفات، لكن هذه المره غندير لكم فيديو. غير سمحوا لي على التليفون مش ثابت في التصوير. غندير لكم هذا الفلوغ بسيط ان شاء الله. قبلوا عليا وصافي. هذا القطار ديال كينقل في الناس اللي كيجيو من بلاد ثانيه، نقول مثلا ألمانيا فرنسا، ما عندهمش سياراتهم باش يتنقلوا، كيتنقلوا في وسط كاتانيا. معروفه كاتانيا ب المكان هذا، مكان سياحي واثري. في اي بلاد عندها ميزات او عندها حاجات اثريه في بلادها، كيكون واحد القطار متنقل داخل المدينه. هذا هو وخليكم معايا في التصوير او فيديو. خوتي لما تفرجوا على الفيديو حاولوا تفرجوا عليه كامل، وحطوا لايكات فضلا وليس امرا. شكرا لكم. شوفوا ما شاء الله دابا راه شويه بحال اللي خاويه، كتكون الدنيا عامره. انا وقت الغدا دابا راه شويه خاويه الدنيا. هادو خوتي للإيجار، الإنسان ما عندوش السيارة ديالو تتكون للإيجار، يتسارى بها في وسط المدينة الأماكن اللي بعيدة عليه. هذاك المحل خاص غير بالقهوة، خاص غير بالقهوة. ما بقاش كنتصور معاكم او كنحط لكم فيديوهات، علاش خوتي؟ لان التليفون راه تيكون ما بقاش يصور لي او يدير فيديوهات، ولا كيتبلوكا ليا. هذاك الشيء علاش ما بقاش كنحط لكم فيديوهات. Thank you.
واليوم هذا فلوق ماشي لايف. هات كانت دايره الموسيقى وقفت انا الفيديو، خليتها تمشى قدامي باش اقل نصور ندير فيديو. صراحة المكان هذا يعني ديما ما شاء الله ناس فيه، ديما ما شاء الله المكان هذا الاسم ديالو كما كنقولوا حنا الساحة، هما تيقولوا البياتزا، بياتزا تومو. حنا في الدول العربية تنقولوا الساحة، معروفة في أي مكان في أي دولة كتكون عندها واحد الساحة. وهذه هي الساحة أو بياتزا وومو. شوفوا الدنيا ما شاء الله كيف عامرة. والله خوتي ما كيعجبنيش هذاك المونتاج بزاف، ما كنبغيش المونتاج بزاف. عليها خوتي الفيديوهات ما بقاش كنحط، والتليفون كذلك حتى هو اللي خلاني ما نديرش في فيديوهات. كما قلت لنا الساحه او بياتزا وومو، وومو هو هذا، هذا هو التمثال، هو المومو معروف بياتزا وومو. وهادو الناس مساكين اللي تبيعوا كترزق الله. وانا الحالي الوقت الحالي كنسكن هنا في هاد الجهه مؤقت، مش دائم، مؤقت. ما كرهناش لو لقينا السكنه هنايا قريبه بزاف، لكن تكون السكنه تكون نظيفه. كما قلت لكم الناس كاينين بزاف، السياح كاينين بزاف ألمانيين. وان شاء الله يعجبكم فيديو خوتي. هو هذا مع الطريق سخفانه، و
جايه من الخدمه، تعطلت شويه جايه من الخدمه، كنخدم واحد 4 ساعات. هادشي اللي كاين. وهذا الطريق ديالي للدار، ما بعيداش بزاف، قريبه من بياتا سوامو.